مكملين مع بعض يونت 5 ليسونز 4 اند 5 حبايبي ابطال الصف الخامس الابتدائي. يلا مع بعض نقرا اهم كلماتنا الجديده. اوبريشن عمليه جراحيه. فيت طبيب بيطري. كين متحمس. تيم ميت زميل في فريق العمل. كمبيوتر بروجرامر كونسرت حفلة موسيقية. كانتري سايد الريف. تيم ورك عمل جماعي. تيم فريق. تيم ميت زميل في فريق العمل. تيم الفريق نفسه. تيم ورك عمل جماعي. اوبريشن فيت كين تيم ميت كمبيوتر بروجرامر كونسرت كانتري سايد تيم ورك تيم سيك يونغ ديستانس ريبورت انجيورد كمبيوتر جيمز اوفيس جوب ساينس اكسبيرمنت تجربة معملية. اكسبيرمنت سيك يونغ ديستانس ريبورت انجيورد كمبيوتر بروجرامز او كمبيوتر جيمز اوفيس جوب ساينس اكسبيرمنت مايند يمانع ويهتم. مايندد سكيرد ديسلايكت اجريد. جيت سيك اي دونت مايند جيت اوت اوف بيد ميك فريندز تشيك اون work out the best solutions the aim of the worst part of I am not keen on solving problems. أهم الجمل اللي موجودة في الدرس الرابع والدرس الخامس نسمع مع بعض. كارما animals اتفضلي يا كارما. Yes, Mr. Animals. Yana works with animals. رانا تعمل مع الحيوانات. أكيد رانا is a vet. Excellent كارما. What about مهيب؟ Operation عملية جراحية. Operation If an animal needs an operation, the room has to be very clean. If an animal needs an operation، إذا أو لو الحيوان يحتاج لعملية جراحية، the room الغرفة has to be very clean، يجب أن تكون نظيفة جدا جدا. operation عملية جراحية. نور الدين keen on. Okay. Keen on Sharif isn't keen on being outside. شريف مش متحمس ان يكون بالخارج. keen on ملاحظين ان بعد on جه verb ing keen on. What about يوسف فريد؟
solutions team. شريف works out the best solutions with his team. طبعا شريف بيستنبط افضل الحلول مع فريقه. اكسلنت يوسف فريد solutions team. My pet is sick. سلمى my pet is sick. I need it needs a apple operation game chair. Yes, سلمى mister. Yes. yeah. My pet is sick. حيواني الأليف مريض. It needs يحتاج إلى إيه؟ B. بي اوبريشن. اكسلنت سلمى. وات اباوت اسيل نمبر 2؟ A helps animal get better. Event. فيت بيساعد الحيوانات تصبح افضل. اكسلنت يوسف احمد. The dogs me, so I don't like playing with them. طيب فيد يعني Please. يطعم. لاف يحب. سكير يخيف. ليف Please. يغير. الكلاب مالها بيا لذلك انا لا احب ان العب معهم. زي ما انت قلت اكسلنت سكير بتخوفني علشان كده مش بحب ألعب معهم. تعال نشوف مع بعض رانا بتتكلم عن نفسها وتقول لنا إيه. My name is Rana. I work with animals and I love my job. أنا بحب وظيفتي وبعمل مع الحيوانات. If animals are sick or injured, إذا الحيوانات كانت مريضة أو مصابة, I help to make them better. أساعدهم في جعلهم أفضل. Some days في بعض الأيام. I work inside بعمل بالداخل. And people bring their animals to me. بعمل بالداخل أكيد بتشتغل في العيادة الخاصة بيها. الناس بتحضر لها حيواناتهم. If an animal needs an operation, إذا الحيوان يحتاج إلى عملية جراحية, the room has to be very very clean. الغرفة يجب أن تكون نظيفة جدا جدا جدا. On other days, في أيام أخرى, I go to people's houses or farms to check on the animals. في بعض الأيام أذهب إلى منازل الناس أو المزارع لكي أفحص حيواناتهم. الطبيب البيطري دايما بيذهب إلى بيوت الناس في القرى علشان يكشف على الحيوانات. It can be very dirty. طبعا الحيوانات بتكون موجودة في مكان مش نظيف. It can be very dirty in some places. في بعض الأماكن. But I don't mind. لا أمانع. بتحب وظيفتها جدا جدا رنا حتى في الأماكن الغير نظيفة. She doesn't mind working. لا تمانع العمل. What's the worst part of my job? ما هو أسوأ جزء في وظيفتي؟ It's when an animal gets sick in the night. عندما يصبح الحيوان مريض بالليل. In the night. And I have to get out of my bed. طبعا علشان بحب وظيفتي عادي جدا أقوم وأستيقظ من سرير الخاص بي. تعال نشوف بقى شريف. شريف بيتكلم على وظيفته. Hello, I am شريف. When I was young, I knew I didn't want to work with animals. عندما كنت صغير السن عرفت إن أنا لا أريد أن أعمل مع الحيوانات. مختلف تماما عن رنا. ليه يا عمو شريف؟ They scare me. بيخوفوني جدا جدا. I am not keen on being outside. كمان أنا مش متحمس إن أنا أكون بالخارج.
So I wanted an office job. أردت وظيفة مكتبية، إن أنا أشتغل في مكتب. When I was young، عندما كنت صغير، I loved playing computer games. بيتكلم في الماضي. When I was young، I loved playing computer games. حبيت ألعاب الكمبيوتر، لعب الألعاب الكمبيوتر. I also really enjoy solving problems. حقا أيضا أنا استمتعت بحل المشكلات. So in my job، في وظيفتي، I do both. في وظيفتي دلوقتي أنا بقوم بالاتنين مع بعض. I also enjoy working with other people. وأيضا بستمتع في العمل مع الناس الآخرون. يبقى في ثلاث حاجات بيحبهم شريف في وظيفته. أول حاجة an office job، وظيفة مكتبية. تاني حاجة he loved playing computer games. كمان he also enjoys working with other people. There are 16 people in my team. موجود في فريقه 16 شخص. We don't always agree. دائما لا نتفق. But we work out the best solution. ولكن في النهاية نستنبط ونطبق طبعا ونختار أفضل الحلول. The best solution. شريف is a computer programmer. عندما تفكر في وظيفة أكتب عنها إيه؟ أول حاجة being indoors or outdoors. يعني تقول I like being indoors، بحب أكون في الداخل زي شريف، أو I like being outdoors زي رنا، بتحب تعمل بالخارج. تاني حاجة traveling long distance. هل أنت بتحب تسافر لمسافات طويلة علشان تقوم بشغلك؟ I like traveling long distances. مش بحب أقوم بالسفر لمسافات طويلة. هتقولها إزاي؟ I don't like traveling long distance. الخطوة الثالثة تفكر getting up very early. هل تحب أو يكون بالنسبة لك عادي إنك تستيقظ في وقت مبكر جدا، ولا زي رانا ما بتحبش تستيقظ في وقت مبكر؟ بتقول لنا the worst part، أسوأ جزء. رابع حاجة تفكر بيها writing reports، كتابة التقارير. Do you like writing reports? Do you like office job؟ هل تحب الوظيفة المكتبية؟ في الآخر خالص meeting to new people، meeting يعني مقابلة ناس جديدة، meeting to أو meeting new people على طول، talking to new people التحدث مع الناس الجدد. من المهم كمان أفكر فيما أفعله بطريقة جيدة ولا أفعله بطريقة جيدة. solving problems حل المشكلات، helping sick people animals أساعد أو مساعدة الناس المرضى والحيوانات المريضة، making new friends أكون صداقات جديدة، working in a team أعمل في فريق، reading lots of information لازم أقرأ كتير من المعلومات عن وظيفتي، how to write about your future job إزاي تكتب عن وظيفتك المستقبلية. بسيطة جدا ممكن تكمل. When I am older I want to be a، وتروح كاتب الوظيفة، a doctor, a nurse, an engineer, a teacher. Because، بسبب ايه؟ I like it، بحبها. I think this is a good job for me. أعتقد إني هذا أو هذه وظيفة جيدة بالنسبة لي. Because I like، بتقول لي بتحب إيه في الوظيفة. I am good at، أنا جيد في helping
people, helping sick people, helping students, مساعدة التلاميذ. And I enjoy, استمتع. ممكن اقول I enjoy being outside. استمتع ان انا اكون بالخارج. I don't want to be. هقول وظيفة تانية انا مش عايز اكونها. I am not good at. انا مش جيد في ايه؟ I don't really enjoy. تعال نشوف مع بعض مين هيقول لي على وظيفته المستقبلية، مين هيرفع ايده ويبدأ معايا؟ اتفضلي يا أسيل. Okay, when I'm older, I want to be a dentist. Yes, dentist. Good. Because I like it. Excellent. I think this is a good job for me because I like helping sick people. Yes. I'm good at. مستر أنا مش عارفة أكملها بإيه بصراحة، ممكن حضرتك تساعدني؟ حل المشكلات. إيجاد Being أفضل. actual. Yes, solving a problem. كملي. And I enjoy. أستمتع بمساعدة الناس المرضى. Helping sick people. Yes. I don't want to be a vet because I'm not good at animals. Is the crazy. Also, I don't really enjoy hunting animals. Yes, excellent. ممكن نقولها كلها على بعض بقى يا ياسين. Okay, when I'm older, I want to be a dentist because I like it. I think this is a good job for me because I like solving problems. I'm good at helping people and I enjoy. I'm good at solving problems and I enjoy helping sick people. I don't want to be a vet because I'm not good at Helping I'm not animals. good at yes. Helping animals. Mr. Subi Akta. Animals. مساعدة الحيوانات. Helping animals. I don't really enjoy playing with them. Excellent, أسيل. What about نور الدين؟ Ready, نور الدين؟ Yes. When I am older, I want to be an engineer. An engineer, yes. An engineer because I like it. A good job for me because I like math. I am good at. طب ما ممكن اقول I like building things, designing homes, designing schools. اوكي. Okay. I نكمل. am good at to building. I am good at building. على طول building houses. Building houses and I enjoy build the house. I don't want to be a teacher because I am not good at teaching. Also, I don't really enjoy. Yes. I don't really enjoy what? Yes. Noisy children. ممكن؟ ممكن. Yes. Good, Noor. Noor قال لي, when I am older, I want to be an engineer because I like it. I think this is a good job for me because I like math. I am good at building houses and school, and I enjoy being outside. بحب أكون بالخارج. I don't want to be a teacher
Because I am not good at teaching. Also, I don't really enjoy noisy children. ممكن نكتب ايميل. Write an email about 40 words about your future job to your friend Asir. Your name is Muaz. Your email address is muaz@yahoo.com. Your friend's email address is asir@yahoo.com. تعال نتمل نقوله مع بعض. مين هيبدأ يساعدني؟ أكيد طبعا كتير. يوسف أحمد. From مين يا يوسف؟ مين الراسل يا يوسف؟ اسمك إيه هنا؟ يوسف. أيوة أنت اسمك يوسف، لكن هنا مكتوب في السؤال your name is إيه؟ معاذ. معاذ. يبقى أكتب إيه دلوقتي؟ فين الحساب بتاع معاذ؟ معاذ. معاذ Your email address is معاذ@yahoo.com. at yahoo dot com. كمل بعد كده. تو to to friends email address is asir@yahoo.com. بكتب آسر asir@yahoo.com. ياهو دوت كوم. جود. سبجكت. وظيفتي المستقبلية. ماي ايه؟ ماي فيوتشر. ماي فيوتشر ايه؟ جوب. ماي فيوتشر جوب. تمام. بعد كده ابدا اكمل بقى. اكسلنت يوسف احمد. نكمل مع كارما. هنقول عزيزي بقى. اتفضلي يا كارما. دير مي. Yes, Mr. دير. Dear آسر. دير آسر. واروح عامل كوما وانزل في السطر المقدمة عندي بسيطة. ممكن اقول له ايه؟ I want to tell you. حلو. اقول الاول احيي. How are you؟ بعد كده اتفضلي كملي. Yes, I want to tell you what I want to be in future. Yes, I want to tell you. جملة جميلة. طيب I want to tell you about. أكمل اللي هو طالبه مني كمان. my ايه؟ my future. my future. اتفضلي كملي زي ما احنا اتعلمنا مع نور وأسيل. هقول ايه؟ I want to be I want to be a designer. Designer. Yes. ماشي. وانا ما اعرفش يعني ايه مهندس الديكور بالانجلش، بس يعني تمام. Yes. Architect. أنا ديزاينر. ما فيش مشكلة. كملي. Because. Because I love it. I love this job. Because I like this job. جيدة في إيه بقى؟ I'm good at design houses. بعد good at لازم يجي ing. Designing. Designing. Yes. New houses.
يس. تحبي تكوني في الخارج ولا في الداخل؟ داخل المنزل، يبقى indoors. I like Yes. being in doors. العمل المكتبي. I like my office job. ممكن أختم دلوقتي وأقول له وماذا عنك؟ أنا ببعت خطاب لحد أو إيميل لحد. What about you? What about You. you؟ السؤال ماذا تريد أن تكون؟ What do you want to be when you grow up؟ بمعنى تكبر وتنمو. أختم بإيه بقى؟ أراك قريبا. سي إيه؟ لازم خاتمة. See you soon. Yours اختصار your friend. ما تنساش واعمل كومة بعد yours. مين بقى اللي بعت الخطاب؟ اسمه ايه؟ كارما معايا؟ Yes, Mr. Acer. آسر ولا معاذ. معاذ هو اللي بعت الخطاب، وهكذا الإيميل. Dear Acer, how are you? I want to tell you about my future job. I want to be a designer or an architect because I like this job. I am good at designing new houses. I like being indoors. I like my office job. What about you? What do you want to be when you grow up? See you soon. Yours, Muaz. لازم يا بطل لما تخلص كتابة أو لما تخلص حل لازم تقرأ الإجابة بتاعتك وتتأكد من حلك صح ولا لا. Team work يعني عمل جماعي. I work in a team in science. أعمل في فريق في مادة العلوم. When we are doing an experiment. Do experiment يقوم بتجربة معملية. حدث مستمر. R-I-N-G. I work in a team in science. When we're doing an experiment. لعب كرة القدم عمل جماعي. Team work. I work in a team when I am playing football. لازم نلعب عمل جماعي في كرة القدم. I work in a team when I help mom in the kitchen at home. عمل جماعي كمان في المطبخ. I work in a team for the school concert. عمل جماعي في الحفل الموسيقي المدرسي. طبعا لازم كلنا نتعاون مع بعض عشان تطلع الحفلة جميلة. When you work in a team, you work with other people. عندما تعمل في فريق انت بتعمل مع اشخاص اخرين. To do something together. لكي تفعل شيء ما معا. For example, the aim of a football team is to win. الهدف من فريق كرة القدم هو ايه؟ الفوز. You work with your teammates. يجب أن تعمل مع زملائك. To do this. You can't win. لا تستطيع أن تفوز. You can't win a football match by yourself. لا يمكنك أن تلعب أو تفوز بمباراة كرة قدم بمفردك. عشان كده لو واحد مهاري جدا جدا ولعب وحده لا يمكن أن يفوز الفريق ككل. يجب أن نعمل ككل. One team to win. Mr. Nasri loves you so much.
أتمنى نكون استفدنا مع بعض من درس النهاردة. ما تنساش سبسكرايب، فعل الجرس للكل.